بكيت كمان في كرة القدم بسبب رحيل مورينيو. رجعت أوضة تغيير الملابس لقيته بيودع اللاعبين، بيشكر كل لاعب لوحده على قتاله معاه، وهنا ما قدرتش أمسك نفسي وبكيت بشدة. افتكرت كل مرة حاربت فيها مع مورينيو عشان تشيلسي، وفي نفس الوقت حسيت بالخيانة. احنا كنا عارفين بينا وبين بعض ان مجموعة من اللاعبين تخزلوا عشان مورينيو يمشي، ولأول مرة بدأنا نتحزم ويحصل انشقاق في الفريق. فاكر في أول مباراة بعد مورينيو ان اتطردت أمام فولم، وما افتكرش ان عمري فقدت أعصابي زي ما فقدتها في المباراة دي. الموضوع ما وقفش هنا، لكن كمان زدت الأمور سوء بعد حوار ليا مع فرانس فوتبول وقت تواجدي في النمسا مع الكوتيفوار. ملخص الحوار اني شككت في ولاء كل الفريق، وانا حقيقي نادم على الحوار ده حاليا. رجعت لندن ولقيت تين كات اللي انضم لجهاز جرانت الجديد بيقول لي ايه اللي انت قلته ده؟ انت محتاج تعتذر لفريق تشيلسي كله. قلت له صديقي انت ما تعرفش انا مين؟ قال انا مش محتاج اعرف، انت اللي محتاج تعتذر. تاني يوم لقيته مجمع الفريق كله وموقفني في النص بيقول لهم دروجبا عايز يقول لكم حاجه. معرفتش اقول ايه في الاخر. قلت انا مش عارف ايه اللي هيحصل نهايه الموسم، لكن انا بوعدكم ان هبذل قصارى جهدي لصالح الفريق طول ما انا لابس تيشيرت تشيلسي، واتمنى ده منكم انتوا كمان. الحقيقه ان ابراموفيتش كان ذكي بالابقاء على ستيف كلارك مساعد مورينيو اللي حسسنا بالالفه، وبضم تين كات مساعد فرانك ريكارد السابق صاحب الخبره في دوري الابطال. اما جرانت فكان ذكي، لما كان يحب يوجه تعليمات اللاعبين كان بيخليها تيجي من خلال كلارك او تين كات. بالتوليفه دي رغم الموسم الفاشل محليا، لكن قدرنا نوصل نهائي دوري ابطال اوروبا، وحلم تشيلسي اقترب جدا من التحقق. لكن اللي حصل كان كابوس. بمجرد وصولي روسيا وصلني تليفون بيخطرني ان جدتي في حاله حرجه ودخلت المستشفى، يبدو انها لن تنجو هذه المره. ده اللي اتقال، وبكده بقى التركيز في المباراه امر مستحيل. الجماهير لازم تفهم اننا بشر، وان فصل الحياه الشخصيه عن الملعب شيء مستحيل. طول المباراه كنت مش مركز تماما، وده محسسني بالضيق. ولما وصلنا الوقت الاضافي سمعت ريو فيرديناند بيقول لزمايله انهم تعبوا ولازم يبقوا قريبين من بعض عشان يغطوا على بعض. رحت لجرانت وقلت له انهم بقوا مرهقين جدا، ولو نزلنا مهاجم تاني دلوقتي نقدر نخطف جول. جرانت نزل انيلكا فعلا، لكن لعبه كجناح مش مهاجم. فقدت اعصابي من تاني، وتاني اتعرضت للطرد. المسافه من الملعب لغرفه الملابس كانت اطول من مسيرتي كلها. اتحول الحلم الى كابوس. خسرنا البطوله بركلات الترجيح، والغريب ان انيلكا اهدر رغم انه اكثرنا خبره في دوري الابطال وفاز بيه من قبل مع ريال مدريد. بعد المباراه قابلت ابراموفيتش ومعاه ابنه اللي عنده 10 سنين بيبكي بحرقه. نزلت على ركبتي وقلت له اوعدك اننا هنكسب دوري الابطال قريب جدا، وانا اللي هسجل الهدف، ووقتها ههدي الهدف ليك انت. الحقيقه ان يوم خساره نهائي الابطال انا ما اهتمتش حتى باستلام الميداليه، والسبب ان في نفس اليوم جدتي توفت. موسم 2007-2008 كان صعب مع اصابات كتيرة عانيت منها وزياده في وزني. وفي الصيف وصل لويس فيليبي سكولاري اول مدرب حائز على كاس العالم في الدوري الانجليزي. التوقعات كانت كبيره جدا، وده كان سبب فشله. مش بس كده، لكن كمان عدم اجادته الانجليزيه لا هو ولا المساعد بتاعه. ولان الانطباع الاول بيدوم، مقابلتي الاولى مع سكولاري كانت سيئه. اول موقف بينا لما طلبت عدم السفر لماليزيا في معسكر الاعداد عشان اتعافى من مشكله في الركبه. سكولاري وافق، وفي اليوم الثاني وصلتني رساله استعد عشان اسافر. ايه اللي حصل؟ سكولاري غير رايه، وتوالت الصدمات في طريقه التعامل. مطلوب مننا نجري 5 كيلو يوميا في المعسكر عشان نستعد بدنيا. انا بقالي سنين في تشيلسي مش بتدرب غير بالكوره، وطريقه الجري دي خلصت من سنين يعني. والنتيجه كل اللاعبين حاسين بالارهاق، وانا ما بقتش قادر اجري غير 2 كيلو وبحس بمشاكل في ركبتي. هو كان شايف ان الطريقه دي هتخلينا نحس باريحيه طول الموسم، لكن اللي حصل ان احنا اللي انهارنا. فاكر في بدايه الموسم كنا بنتفرج على مباراه مانشستر يونايتد وليفربول والمباراه مشتعله. سكولاري قال لنا ترهنوني انهم هينهاروا بدنيا ومش هيقدروا يكملوا الموسم كده؟ قلت له لا، احنا في انجلترا بنتدرب بقوه ونلعب بقوه طول الموسم. قال لي اتحداك، فسكت وما رضيتش اجادل. بس في النهايه المنطق هو اللي بيحصل. مع سكولاري فقدت الثقه. كنا خسرانين 3-0 من مانشستر يونايتد، وجات لي الكوره قدام الجول ضيعتها بشكل كوميدي خلاني انا نفسي اضحك من الغضب. سكولاري هاجمني بسبب اللقطه دي،
ومن وقتها فقدت مكاني الأساسي لصالح أنيلكا. أنا وأنيلكا صحاب جدا، ده ما كانش مضايقني، لكن اللي كان مضايقني عدم ثقة سكولاري. وفي مرة لقيتني خارج قائمة المباراة لأول مرة في تاريخي مع تشيلسي، جريت على المكتب وقلت له أنا ليه بره؟ قال لي ديكو كمان بره. قلت له بس ديكو مصاب، أنا سليم. قال لي لو عايز تعمل مشاكل احنا في يناير، قول لوكيلك وشوف نادي تاني، عشان كده كده انت بره حساباتي لاخر الموسم. قلت له انا عارف انك عايز تجيب ادريانو من انتر، اقنعهم نعمل صفقه تبادليه وانا مستعد اروح هناك. هناك كان مورينيو المدرب، وده سبب كافي يقنعني بالرحيل. تاني يوم رحت لابراموفيتش حكيت له، قال لي تمشي؟ سكولاري قال لك كده؟ مستحيل، احنا ما اتناقشناش في ده اصلا. بعد ايام قليله تشيلسي تعادل مع هال سيتي ورحل سكولاري، وانا اللي كمل. المدرب القادم هو جوس هيدينك، لكن حكايتي معاه هتبقى في الحلقة الجاية.